اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل طبعا هذا الجمال الخلاق والجمال الطبيعي في رونغو وفي ولايه سنار. واصدقائي دائما الجمال قيمه مرتبطه، هذا الجمال قيمه كبيره جدا ومرتبطه بالمشاعر، بالاحساس، بالعواطف، بالانجذاب، ببساطه الاشياء، بالاشخاص ايضا وبمختلف الاشياء. هذا هو الجمال في معانيه ومضامينه باعتباره واحده من القيم الكبيره جدا. عن الجمال هذه الفقره وعن مبعث الجمال العنايه بالوجه ومنعه من التجاعيد سيكون الحديث مع خبيره التجميل والموديل استاذه ساره جلال محمد احمد. اهلا بك ساره، سعيدين جدا بك في صباح الشروق. اهلا وسهلا بكم صباح الخير عليكم، وان شاء الله اكون خفيفه عليكم ان شاء الله وكلنا نستفيد ان شاء الله. اهلا بك. انا صحيح العميل انا قلت انه الوجه هو مبعث الجمال. اكيد صراحه اهتمام البشره واهتمام الوجه دي تطلع صراحه، ودي اهم حاجه في 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 جسم الانسان، فلازم الزول يهتم ببشرته كانه بيهتم باشجار، بزهور، بحاجات عنده في البيت. ف ما يكون اهتمام وليد لحظه، يعني ما مثلا مناسبه مهما كان نوعه كده انا اهتم، المفروض الاهتمام يكون في مداومه عليه صح؟ اكيد لازم يكون دايم، لانه نحن طوالي في الميك اب، نحن طوالي في الطلعه، نحن طوالي عاملين ارهاق للبشره، فلازم يكون في محافظه وبالاخص بالحاجات الطبيعيه بعيدا عن الكيماويات. جميل، طيب خلينا نتكلم ونبدا بصحه الوجه ونضارته. شنو الاهميه بالضبط عن صحه الوجه ونضارته؟ الحاجات اللي ممكن نستخدمها للوش يعني. طيب خلينا نزعل كده. طيب طيب اوكي. نحن طبعا انا لو ليا الفقره دي انت ممكن تلبسي ثوبيه سوى المقدم والضيف. طيب دايما قاعد اقول لناجي في فقره التجميل زميلنا المنتج حقها بقول لي شكيت كده من حنك يعني، فالله يكون في العون يعني. طيب حنشتغل الاثنين. طيب اوكي. طيب انا بنصح اول حاجه انه يعني السيده ما ترهق وشها دائما بالميك اب. احنا اصلا معرضين للميك اب، ومهم جدا المراه عموما انه يكون فيها لمسات جماليه في الميك اب. هي جماليات ما كماليات صراحه، المراه السودانيه جميله بكل المواصفات اللي بتمتلكها، فانا شايفه انه يعني تركز على الحاجات الطبيعيه على اساس كل ما تجي تستخدم الميك اب يكون البشره يعني مرتاحه، البشره مسامات متفتحه، البشره نضره. انا عايز اتكلم عن حاجه. طيب اذا البشره مرهقه مهما استخدمتها من ميك اب ماركه ما حيظهر اي تفاصيل بتاع جماليات، حيظهر انه انت ما عملت اي حاجه وفي تعب وفي فتور وفي شحوب. فانا شايفه انه يعني بالاخص قبل ما السيده تيجي تعمل الميك اب تعمل حاجات طبيعيه، مثلا التلج تعمل بحركات دائريه بيخلي البشره يعني مرتاحه، مرنه، متنفسه، فيه مميزات كثيره. مثلا الزبده برضه تزيد ظريفة بالمنديل أو بالقطن، برضه تعمل بحركة دائرية للوش. دي كلها حاجات بتعمل تهيئة للبشرة قبل الميك اب، وأنا شايفة إنه يكون بعد الميك اب. والحاجة دي أنا شايفة تكون كذا مرة في اليوم، حتى لو الوحدة ما عايزة تطلع برضه بيكون هيئة بشرتها وريحتها. قبل ولا بعد؟ قبل الميك اب مثلا الحاجات اللي قلتها ولا بعد الميك اب؟ هو قبل الميك اب بيساعد على 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 نضاره الميك اب لما الواحده تيجي تعمل الميك اب، وبعد الميك اب بتشيل بيها الاثار المتبقيه من الميك اب في المسام، في الـ في الـ في الـ الطبقه بتاعت الوش، في حاجات ما بتطلع حتى بالمناديل بتاعت ازاله الميك اب، لكن بالحاجات الطبيعيه كلها بتطلع. لكن انا شايفه حتى لو يعني انا عايزه الحاجه دي تكون كروتين يومي، انه تغذي البشره كانك بتدي في زهور، في ورود، مويه يوميا، انه الناس تعمل الحاجه دي، الزبادي، البيض بالبن، الخيار برضو للعيون،
يعني انا شايفه انه الوحده قبل الميك اب اذا حاسه انها مرهقه او كانت مسهره امس وهي طالعه الليل على الصباح او طالعه عموما في صباح اليوم الثاني تشيل الخيار وتدخل الثلاجه لمده 5 دقائق وتسترخي كده وتحط على عيونها وتضغط بيدينا عشان العمليه تتم بنجاح لانه ايوه العين بارزه لفوق ما حتتم العمليه كويس. فلمده 10 دقائق حيشيل الخيار كل الارهاق كل الهالات تحت العين فكده بكون عملنا تهيئه كامله. انا غايته شايفه انه الناس تركز على الحاجات الطبيعيه باستمرار. جميل. بسرعه ما يعني ستي قدمتي روشتات سريعه جدا بالحياه الطبيعيه، خلينا نتكلم عن البشره بصوره عامه، كيف انه كل انثى سودانيه جميله طبعا ببساطتها تعتني بالموجود عندها ببشرتها بصوره عامه، يعني ما بس شكل الفيض عامل كيف في البيت من الموجود او من الحياه الطبيعيه ممكن تكون متاحه برضه. والله زي ما ذكرت هسه وحاضيف ثاني. طيب. احنا تكلمنا عن الثلج، تكلمنا عن الزبدة، تكلمنا عن البيض البن اللي هو البيض مع بياض البن، ده بيتعمل كغناء. البيض البيض مع بياض البيض مع البن. بياض البيض مع البن. ايوه. يتعمل كغناء. بينشف بعد ذاك بيطلع كغناء. جميل جدا، بيشيل الرواسب اللي في المسام، بيشيل القشرة اللي في الوش، بيشيل الهالات السوداء، بيشيل يعني الارهاق، بيشيل حاجات كثيره. وبيدعم كغناء. بيدعم كغناء. تمام. عندنا الكستر بالحليب او الكستر بالزبادي، دي كلها حاجات الناس ما ظنيت تكون عارفاها. الكستر طبعا انا لقيته حافل يعني ما حخلي لكم في الفرصه. والله احنا مستغلين حاجات البيت استغلال عجيب بالمناسبه، وكثير من الامهات بيدسوا الحاجات دي عشان في شنو؟ في استغلال بالذات البن. صحيح. ففي حاجات كثيره، البنادول بيشيل الالتهابات بتاعت الوش، الحبوب اللي بتتفتح. البنادول بتاع البنادول استعماله كيف يكون؟ يتخلط بس بالمويه، يتذوب بالمويه ويتعامل لمده 5 دقائق، ما يكون كثير، 5 دقائق، ويتغسل الوجه بمويه بارده بس. عندنا الخميره بالعسل برضه روعه جدا، نفس المفعول بتاع البيض بالبن، تتعامل الخميره بالمويه، تتحلى اول بالمويه حتى بعد ذاك تضاف لها العسل وتتعامل كغناء. جميل. طيب تجاعيد الوجه تحديدا، يعني تكلمت عن انه خياري بيزيل الهالات اذا توضع بالطريقه اللي انت ذكرتيها او الوصفه اللي انت قلت لي كنا سيدي توضع في الثلاجه بالطريقه المعينه. التجاعيد بصوره عامه اللي بتسهر مع تقدم السن بتسهر تجاعيد، بتسهر هالات، فكيف برضه من الحياه الطبيعيه واللي انت مركزه عليها جدا وبتنصحي بها دائما نقدر نحارب التجاعيد؟ التجاعيد اول حاجه زي ما قلت بتجي مرات من الشمس، مرات من الولاده، مرات مع التقدم في السن. حاجتين يعني، هي البشرة يا أرهقت من طول السنين، يا من كثرة الميك اب، يا كده. في 3 حاجات من اللي أنا ذكرتهم قبل شوية ديل بيشدوا الوش، ما بخلوا في تجاعيد. التجاعيد أكثر حاجة بتظهر في المنطقة دي. البيض بالبن والخميرة بالعسل والبنادول، ال3 حاجات بتشيل التجاعيد من الوش. أنا متأكدة أي آنسة استخدمت، أي مدام استخدمت الخلطات الطبيعية ما هتتضرر في بشرتها نهائي، لا هالات، لا إحمرار، لا تجاعيد، لا سواد، لا إرهاق تحت الجفون، والحاجات متوفرة في البيت. والبنادول ده مفضل يقوم يمشي يبلعه، واحد من الشباب يقوم يتخبر يمشي يبلع البنادول، لأنه زي ما ذكرت يتعامل مع الماية ده وفي الماية. أيوة. على بالمية. على الوجه. طيب عاوزين نتكلم عن الميك اب بصورة عامة. طرق استخدامه بصورة عامة، هل النساء هنا السيدات اللي بيعملوا الميك اب بصورة فردية ما بيلجأوا لهم كخبيرة تجميل وكيف، الاستخدام اليومي ده هو طريقة صحيحة ولا أنت شايفة أنه المفروض تكون في خطوات للتسويق لهم؟ والله بقول لك لكل مقام مقال، انا غايته شايفه والله معلش يعني، لكن طيب احنا نديها كنصيحه. طيب انا شايفه انه يعني الميك اب الليلي عنده تفاصيله، الميك اب النهاري عنده تفاصيله، الميك اب بتاع المكاتب بتاع الشغل عنده تفاصيله،
ميك اب الاستديوهات والقنوات عندها تفاصيلها، فانا شايفه الناس تركز على الحته دي، يعني ما ميك اب ميك اب والناس تبقى طالعه، لا. انا برضو يعني عندي نصيحه، يعني انا شايفه والله بقول انا قبلت ذكرت لك انه الميك اب ما كماليات، جماليات بس بيبين انوثه المراه يعني. فانا يعني من هنا عايزه اقول للمراه العامله في المكاتب في كده، اتزيني بجزء قليل من الميك اب، يعني بيني انك انثى انك كده، فحاجه بسيطه، ما عايزاك تلبسي ثوبك الابيض او كده وتبقي كده بس انسانه عامله وخلاص، لا، انت المراه السودانيه الجميله، فبيني جمالك. وركزوا على انه تفاصيل الميك اب الليلي، يعني انا هسه مستحيل اكون ماشيه مناسبه غدا بالنهار واجي اعمل لي مثلا الوان في عيوني، مثلا جليتر والوان ظلالات اوفر ومثلا احمر والوان هايجه كده وانا ماشيه مناسبه، طبعا صعب الموضوع. اي اكيد، فلكل مقام مقال، اختاروا الزمن صح، كل مناسبه عندها ميك اب، يعني ميك اب الليل يختلف عن ميك اب النهار تماما. اكيد الميك اب النهاري ميك اب بارد جدا في كل تفاصيله، يعني انا شايفه الميك اب النهاري على حاجات بارده، تفاصيله كلها بارده، يعني الارواج بارده، الشدو بارد، حتى الحواجب تكون بارده مثلا بالبني، كل التفاصيل. بالليل ده اذا عملت اي حاجه ركزت على اي شيء ما بيكون فيه شذوذ لانها اصلا سهره. ميك اب النهار ينفع بالليل؟ عادي عادي لانه بارد في كل الاوقات بيمشي، لكن ده بس زي انه انا لبست لي توب هاي بتاع سهره مشغول كده ومشيت بيه غدا، او مشيت بيه مثلا نفترض شارع النيل ماشي كده مثلا على ظهريات، فيستحيل انه انا امشي بثوب السهره للميك اب لشارع النيل، ده نفس الميك اب، انه انا يستحيل اعمل ميك اب اوفر وحاجات وامشي بيها مثلا دعوه بتاعت قضاء او دعوه عاديه مثلا، يعني ما ينفع، او قول المكتب شغل، يستحيل انا اعمل كده، فالناس تركز على الحاجه دي. الشغل معظم الناس بتركز انه ما يكون في ميك اب، والله حتى لو القليل. انت لكن نصحتي انه يكون قليل. اي فشنو شنو هو المعقول؟ والله شيء المعقول، اول حاجه الناس يعني انا شايفه انه اي واحده تركز على لون بشرتها. يعني ما معقول انا سمراء امشي اعمل لي فاونديشن فاتح شديد، على بودره فاتحه شديد، على ظلال احمر، على روج بنفسجي وانا ماشيه الشغل. أول شيء النصيحة الأولى إنه الوحدة تركز على درجة البشرة بتاعتها في الفاونديشن، في البودرة، في حتى تخطيط الحواجب، يعني في البني، في الدرجة المكسورة ما بين البني والأسود، في الأسود، يعني أنا شايفة السمرة تختار الفاونديشن المناسب لبشرتها، البودرة المناسبة لبشرتها، اللون الفاتح برضو كمان عايز، ما حاجة أوفر، عايزة حاجة مناسبة، لكن ناس المكاتب وناس الشغل تاني أعمل حاجة سيمبل، حاجة بسيطة بس تبين إنه أنت كده يعني زول أنثى. حاجة أوفر دي بتقولنا إننا نتكلم عن الجوانب السلبية، وأنت أكيد عندك مشاهدات وكلام سلبي كتير جدا، ده هو التصويب يعني لجانب الميك اب تحديدا. والله انا مزعوجه كتير في موضوع الميك اب ده، لانه انا عايزه الناس تختار صح. وصراحه يا جماعه ركزوا على الميك اب الماركه. شايفه انه في اختيارات كثيره ما صح؟ والله في، يعني اول حاجه الميك اب الماركه بيخرب، يعني مهما اجتهدت وانت قعدت طول اليوم في الميك اب ما حيبين لك اي حاجه، لازم تختار ميك اب ماركه. ثاني حاجه لازم تختار الميك اب اللي بيليق ب لون البشرة بتاعتك، دي أهم المميزات. وكمان بنصح تاني، يعني في بنات بيقولوا لسه ما عارفين يتعلموا الميك اب، والله حاجة ظريفة ولمسات حلوة وما مكلفة، أي واحدة تمشي تاخد لها كورس أسبوع إن شاء الله، يا أخي من جارتها، إن شاء الله من جارتها، ما ضروري تخش كورس، جارتها أكيد بتعرف، كل يوم تمشي لها 5 دقايق كده توريها خطوة جديدة وتيجي تتعلم، عشان كلنا نطلع نايرين، المدام في نظر زوجها زولة أنيقة وزولة مرتبة،
البيت لما تيجي تتزوج برضه اكيد حتكون محتاجه انها تطلع باطلاله جميله، ما محتاجه كل مره تمشي كوافير، ولا محتاجه تدعي بروحها وتكلفه زايده. ممكن في البيت تتحضر، يعني اذا تكلمنا عن الزواج تحديدا او تحضير العرس، ممكن هي في البيت من غير جلسات في كوافير او في اماكن التجميل المختلفه. ايوه ممكن، يعني ده عن طرق تعليم الميك اب بالنسبه لها، تعليم عشان ما تطلع ببشره نضيره يعني طبعا غير مقبله على الزواج. مين محلها ممكن تجيب صاحبتها، ومين محلها تفتح الجروبات بتاعت تعليم الميك اب كثيره جدا وتتعلم في صاحبتها، تجيب دمج الالوان الشادو تتعلم في صاحبتها كل يوم في اخوتها، طرق تخطيط الحواجب، الالوان المناسبه للون بشرتها، الالوان المناسبه في اختيار الشادو للون بشرتها، حاجات كثيره ممكن يعني تساعد على الحاجه دي وهي صاحبتها معاها تشخبط لما انت عارف. طيب خلينا نختم برساله او وصيه عشان ما تحصل الانثى على وجه نضر ومشرق في بريد، مش احد يقول اليوم. والله انا عايزه اوصي على حاجتين ثلاثه كده. انا شايفه انه في بنات مركزين على الميك اب واللبس وكل يوم طالعين يعني بس على كده. لا موضوع عليه ده خلينا اجازل، ما انا قلت خلينا كده، خلينا اسال عنه بعد طيب يعني أوكي. اختيار الازياء مع الاكسسوارز وكده برضه بتاثر يعني عندها حاجه مع الميك اب ولا لا، لكن نيجي بعد. طيب اوكي نحن قلنا نتكلم عن النصيحه تمام. زي ما تكلمنا قبل انه ما ترهق البشره كثير بالميك اب، يعني انت طالعه ما طالعه خلي عندك حاجه حاجتين من انا ذكرتهم قبل اعمليهم في البيت. طيب هي البشره وقت ما يجيك طالعه، وقت ما يجيك مشوار كده يكون بشرتك مهيئه انك تطلعي في اي وقت. صراحه كثره ارهاق البشره بالشمس بالميك اب بالسهر بكبر المرة سريع، فبنصيحة شايفين انه بكبر المرة سريع، فيعني الحاجات الطبيعية دي كويسة شديد استخدموها كتير على اساس تقدروا تعملوا الميك اب، وركزوا على الميك اب الماركة بيظهر الميك اب كويس. والنصيحة الثالثة شخبطي في صاحبتك في اختك في اي زول على اساس تقدري تتعلمي الميك اب، عشان انت ما تقدري تطلعي تشوفي واحده ما شاء الله زوله ظريفه وعامله ميك اب حلو وانت هنا موشتي نفسك وتتحسري وزوجك معاك، فعشان كده اصري انك تتعلمي الميك اب في نفسك وانت قاعده في صاحبتك عشان تقدري تطلعي باطلاله جميله. جميل. طيب الازياء وكده الازياء ده شبه ما تكلمنا عنه برضو قبل، انه يعني انا مستحيل انه انا اطلع بتوب النهار زول حاجه هايجه كده، فانا شايف اختيار اللبس مهم بالنسبه للصحه. عنده علاقه الاطلاله الكامله عندها علاقه مع الميك اب، اذا كان الاكسسوري او الزي اللي انا بلبسه، اذا كان توب او ما بعطان. والله ما له علاقه، يعني هو الالوان لها علاقه بالزي انا لابسها، يعني انا مثلا مستحيل اكون مثلا لابسه تيدي واقوم اعمل مثلا روج احمر. دي الناس تركز عليها، يعني الناس تعمل تفاصيلها بحاجات اللي هي عاملاها، يعني تقرب المسافات زي ما بيقولوا. يعني انا شايفه برضو غير الالوان تفاصيل الغوام، تفاصيل الصحه، ما قاعد يهتموا بها شديد كده، ما قاعد يهتموا بها. يعني ما عارفة صحتك حلوة البسي توب، البسي عباية خليجية وازعة، ما تلبسي لي فستان يظهر تفاصيلك الما حلوة صراحة، يعني انت صحتك حلوة وخافي على نفسك من العين، فهي مش تفاصيلك الما حلوة تفاصيل يعني بتجيب ليها العين، او تفاصيل تكون مع اللبسة ما ظابطة مع شكلك مع ستايلك مع القوام. عندنا مشكلة في اختيار الازياء بصورة عامة، عندنا مشكلة يعني اللبس عامل زي الميك اب، عايز زمنه عايز وقته عايز اختيار المكان.
يعني أنا ممكن أكون ماشية مناسبة، أيوة نهارية، لكن لابسة فستان، بس ما فستان هي مناسبة زفاف، بس ما معقول أنا أكون لابسة فستان بتاع سهرة، لازم يكون فستان جاي مع النهار، يعني حاجة بدون لما، حاجة بدون شغل كده جايد وكتير. الناس تركز على وزنها، على قوامها، على الحاجات دي بتقدر ترتب عليها لبسها. خبير التجميل تطيل على الناس في التلفزيون حتفكر 100 فكرة، فكيف كان التفكير عن سارة في إطار صباح الشروق اليوم؟ والله ما أعرف، لكن زينا بيكون يعني متوتر صحيح. وعلى أساس أنا طبعا خبيرة وعلى أساس أنا بنصح الناس، فلازم ما يكون فيني ولا عيب، فبكون متوترة جدا وبعاين لنفسي 10-11 مرة في إنه ما يكون فيني مشكلة. فمن الصراحة يعني أنا كنت جايتة في التفكير إنه حيكون في 1000 خيار قدامك، 1000 خيار بالمناسبة، يعني أشيل وألبس وفي المراية الخيارات ما بتكون عندي يعني جايتة، لأنه أنا بكون عارفة إنه الحاجة المناسبة اللي طلعت الصباح شنو، بس حاجة شنو الناس ما تنتقدني فيها، مع إنه أنا عارفة انتقاد السودانيين كتير بيحبوا شوية كده يحركوها للزول ما بكونوا قاصدين، لكن إن شاء الله ما يكون في رديم الليلة. نتمنى كده. أنا والله يسعد تبارك جدا سارة جلال محمد أحمد، خبير التجميل والموديل، وخلينا نتحرك الفرصة بكلمات أخيرة. والله أنا سعيدة الليلة، وأنا بنبسط كل ما أطلع على الشاشة أو في الجروبات بتحكي إنه أنا أنصح النساء بصورة عامة، بنبسط جدا، نفسي كده أجيب كل الناس وأعلمهم ويعني وأجاوب على كل سؤال، مبسوطة والله إنه بالاستضافة دي، شاكرة لكم شديد، وكل سنة وأنتم طيبين، العيد مشي عليه شوية، إن شاء الله في استضافات أخرى إن شاء الله، أتمنى كده وأمشي بالنصائح إن شاء الله، إن شاء الله يمشن. أنا ما عرفت تقابل النصائح، كنت يمشي بالنصائح برضه معاه نزهم لأنه لا هم طيبين، هم سمعوا في واحد منهم هم كتب، أنا متأكد على الهواء، حاول دمه ما حاول على الهواء طبعا. شكرا جميلا سارة، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الأعزاء، وصلنا بكم إلى ختام صباح الشروق على مدى ساعتين من الزمان، كان هذا المشوار الصباحي وبأجمل المشاهد وأحلى الأهداف وأجمل اللقطات والمهارات في المستطيل الأخضر، سنختتم صباح الشروق لهذا اليوم. تقبلوا تحايا فريق العمل وأنا معهم، مع السلامة.